ندوة دولية بالرباط لمناقشة السياسات العمومية وأنساق الحكامة بالمغرب العربي. تحتضن أشغال جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط الندوة ينشطها مجموعة من الخبراء المغاربيين والأجانب لتدارس أنساق الحكامة بدول المغرب العربي على ضوء الربيع العربي. في المتابعة هدى مساهل وعبد الرحيم فيلول. يجتمع هؤلاء الخبراء والأساتذة الجامعيون لدراسة أنساق الحكامة والسياسات العمومية بدول المغرب العربي، سطروا مجموعة من الإشكاليات التي تعق مسلسل التنمية وحددوا مجموعة من الأهداف، منها تحسين السياسات العمومية وإرساء قواعد التشارك والتشاور حول كل ما من شأنه أن يحسن من الحكامة في منطقتنا، وبالتالي يساعدنا كنخب على تلبية مطالب شعوبنا. المجتمعون سيناقشون هذه يعني التجارب الأخرى في البلدان الأخرى للأخذ منها ولتبادل المعرفة والخبرات والتجارب لإغناء التجربة المغاربة. صياغة السياسات التنموية وإيجاد فرص العمل أمر مرتبط بالبحث على تصورات جديدة. من الواجب اليوم التوجه نحو الاقتصاد الغير المادي، وللمغرب وكما لغيره من بلدان أخرى في هذا الصدد مؤهلات مهمة لإيجاد فرص عمل جديدة، فعبر شبكة التواصل التي يخلقها الشباب تكون الانطلاقة وضروري العمل على تغيير نمط التفكير وطريقة رؤية الشباب للعالم. المشاكل التي يواجهها المواطن في اتجاه مشاركته في تدبير الشأن العام من بين أهم المحاور التي سيتدارسها الخبراء على مدى يومين.